وللمزيد حول الأزمة السياسية في السودان وخروج تظاهرات مليونية رفضا لقرارات البرهان وتشكيله مجلسا سياديا جديدا، ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي محمد شناوي. أهلا بك سيد محمد. يعني بداية، تظاهرات اليوم انطلقت في أنحاء السودان تدعو كما تعلم إلى إسقاط المجلس العسكري. السؤال هنا، كيف تبدو الأوضاع في الخرطوم في هذه الأثناء؟ تفضل. مرحبا ومرحبا بكل مشاهدي قناة الرافدين. نعم، اليوم خرجت أعداد ضخمة في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، والآن أنا أقف في موكب الخرطوم جنوب، وهو من المواكب الضخمة. الآن الشرطة أو السلطات فضت هذا الموكب، لكن هناك عمليات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة السودانية. المشهد في السودان اليوم سيكون مختلف تماما، خاصة بعدما علمنا أن هناك عددا من الأحياء في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري أنهم خرجوا في مظاهرات منددة ورافضة لحكم البرهان. هذه المظاهرات أيضا تطالب بعودة الحكومة المدنية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. المشهد يعني اليوم هو صعب، يمكن وصفه بصعب، خاصة وأن المجلس السيادي قبل يومين أو بالأمس أدى أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وهذا الأمر قد وجد رفضا واسعا من قبل الشارع السوداني وأيضا القوى السياسية. على أي حال المشهد صعب جدا، يصعب التكهنات بما ستؤول إليه الأوضاع في مقبل الأيام، خاصة وأن هناك عمليات شد وجذب بين المكون المدني والمكونات العسكرية. سيد محمد، يعني الأمم المتحدة وكما تعلم دعت قوات الأمن إلى احترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير. السؤال هنا، إلى أي مدى تعتقد أن هذه التظاهرات السلمية لن تقابل بقمع أمني كما حدث من أيام وسقوط ضحايا كما حدث في الأيام السابقة؟ كما يبدو أن القمع لا زال متواصلا، وكما تحدثت إليك قبل قليل أنا الآن في موكب الآن تم فضه بالقنابل المسيلة للدموع، وهناك أيضا تضييق كبير على الحريات الإعلامية. المشهد سياسيا معقد، وأيضا على المسرح الميداني أيضا معقد تماما. هناك أيضا يعني قبضة كبيرة من المكون العسكري، ومنذ صباح اليوم لاحظنا هناك انتشار أمني مكثف في عدد من أو في أحياء العاصمة الخرطوم، وأيضا السلطات السودانية أغلقت الجسور الرابطة بمدن العاصمة السودانية الخرطوم منذ صبيحة اليوم، وذلك تزامنا مع المليونية التي دعا لها تجمع المهنيين ولجان المقاومة. هذه المليونية بالفعل وجدت استجابة واسعة، والآن نشاهد هذه الاستجابة بخروج عدد كبير من المواطنين ينددون بهتافات رافضة لحكم العسكر، وتطالب أيضا بعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الحكم بجانب تعيين حكومة كفاءات، بالإضافة إلى يعني أو إطلاق سراح المعتقلين، وبالإضافة إلى إطلاق الحريات العامة. نعم سيد محمد، الولايات المتحدة أعربت كذلك عن قلقها من إعلان مجلس سيادة جديد بخلاف ما تم التوافق عليه، وضربا للاتفاق الإفريقي لحل الأزمة. كيف ترى الخطوة التي اتخذها البرهان منفردا وتداعياتها على المستوى السوداني المحلي وكذلك الدولي؟ بالفعل هذه الخطوة وجدت الرفض داخليا وخارجيا، وداخليا مجرد ما تم الإعلان عن أعضاء المجلس السيادي خرجت عدد من الأحياء في الخرطوم رافضة لهذه الإجراءات، وهناك أيضا قوى سياسية أصدرت بيانات رفضت فيه هذه القرارات الأحادية. تجمع المهنيين أيضا أصدر بيانا ورفض فيه هذه الإجراءات، و دعا أو استنفر كل المواطنين للاستمرار في التصعيد بالسلمي بخروج عدد كبير. وبالفعل يعني هناك
خروج عدد كبير مجرد ما تم الإعلان، والآن اليوم المليونية أيضا وجدت نعم استجابة. هذه الإجراءات قد وجدت رفض داخلي ورفض خارجي، نعم وبهذا لابد في تقديري من التنازل من المكون العسكري او للرضوخ للشارع او الاستجابه نعم لمطالب الشارع، خاصه وان حكومه حمدوكيه كانت يعني جاءت نتاج لاحتجاجات ضد الرئيس عمر حسن احمد البشير، وبالفعل الشارع قال كلمته وبالفعل تم الاستجابه لاراده نعم الشارع. ايضا الشارع الان هو يشهد غليان كبير في السودان، و نتابع أيضا عدد من الأحياء ونسمع عدد من الهتافات هي رافضة لعسكرية السلطة وتطالب بمدنية إلى السؤال السلطة. الأخير سيد محمد، يعني كيف ترى موقف المعارضة التي تحظى بقبول الشارع وقدرتها على تحريك الشارع، وتوقعاتك إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في السودان عموما في الأيام القليلة المقبلة؟ المعارضة الآن هي مواقفها يمكن وصفها بالمشرفة، هناك عدد من القوى كالحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني وعدد من المكونات الأخرى، هي أيضا رأيها متوافق مع رأي الشارع السوداني، وهي تطالب بحكومة مدنية. كذلك الحزب الشيوعي كما أصدر من قبل عدة بيانات يطالب بإبعاد المكون العسكري من السلطة، وهذه القرارات أو هذه المواقف هي تتوافق مع رأي نعم الشارع الذي يظل ينادي بمدنية السلطة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي والصحفي السوداني محمد شناوي، كنت معنا عبر الهاتف.